السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة تكبير حجم النصوص على شاشة الايفون. لما اقول حجم النصوص يعني كل النص اللي موجود في الشاشة راح يكبر. طبعا هذا الشرح يفيدك خاصة اذا كانت عيونك ضعيفة او عندك ضعف في النظر او تريد تحافظ على صحة الابصار، فهذا الفيديو يفيدك. طبعا الناس بيشوفون النصوص صغيرة، حتى اي تطبيق يعني في نص يعني في كتابة راح يكبر من الاعدادات والتطبيقات، كل شيء راح النصوص راح تكبر حتى تقدر تشوف تقرأ النصوص اللي موجود في الشاشة بصورة افضل وتحافظ على صحة العينين. كيف تفعل هذا الخيار؟ جدا سهل، تروح للعدادات، بعد ما تروح للعدادات انزل 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 لتحت، بتحصل هني مركز التحكم، اضغط عليها، انزل انزل لتحت، هني بتحصل حجم النص، لاحظوا حجم النص، اضغط على علامة الزايد اللي بجانبه. اوكي، بعد ما تضغط علامة الزايد راح ينتقل حجم النص لفوق، يعني لما ينتقل لفوق خلاص الزر موجود في لوحة التحكم. تفتح لوحة التحكم، تنزل لتحت، بتحصل الأداء موجود، اضغط عليها. ناس ما يشوفون هنا تتحكم في النص، يعني مثلا تريد تخليه 90% 100% 110%، فبنجرب. ناس ما يشوفون 110 أو 120 أو هذا آخر 135، هذا آخر حجم. أوكي، إذا تروح لسطح المكتب شوفوا لو تروح لسطح المكتب شوفوا كيف الايقونات الحجم النص كبر بشكل كبير جدا. حتى لو تروح للعدادات شوفوا الحجم كيف، شوفوا كيف النص، شوفوا كيف ظاهر كل شيء يعني بصورة واضحة. بهذه الطريقة راح تحافظ على صحة العينين، وجدا ممتاز لأصحاب ضعاف النظر خاصة الشياب والعجائز. أنصح الكل يجرب هذا الأداة. ناس ما تشوفون تقدر تخصص حجم مناسب، يعني ناس ما تشوفون هنا تنزل لتحت تضغط على هذا الخيار، ناس ما تشوفون تصغر الحجم بما يناسبك. ناس ما تشوفون اوكي الحين تروح للشاشة، ناس ما تشوفون تم تصغير النص. وبس هذا هو المقطع يا شباب، هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.